الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قال الجميع ان المنتخب الوطني لكرة السلة دخل ثاني عيد باش يبدا الاستعدادات. يعني كانت عندنا استعدادات ديال واحد 6 ايام تقريبا، 6 ايام هي اللي كانت عندنا استعدادات. كنظن ان هذا الشيء اللي كان بعدا ان اللائحه كنا البرنامج اللي كنا وضعنا، ان وضعنا البرنامج اننا غادي ندخلوا تقريبا في الاول ديال شهر جويي، على اساس شفنا تعطاتنا اللائحه الاولى وغادي ننتقيو من بعد اللاعبين ونعاود ندخلوا ان دوزيام جروب ونشوفوا اللائحه الثانيه عاوتاني حتى نوصلوا لواحد لو جروب ديال وي جوور اللي غادي نديروا بهم الاستعدادات، على اساس اننا البرنامج اللي قدمنا غادي نحاولوا نشوفوا واحد مقابله حبيه واحد تربوس يكون اما في اسبانيا او لا فرنسا. المهم حيت هادو هما البلدان اللي قرابيننا وبامكاننا نلقاو فيهم مقابله حبيه. لكن الامر اللي اصطدمنا به ان بقينا مده انتظار ديال اكثر من شهر باش يتحقق هذاك البرنامج اللي وضعنا، حتى لقينا راسنا نهار ثاني عيد يلاه كندخلوا تقريبا باش نستعدوا للالعاب الافريقيه. بغينا نعرفوا المسار ديالكم فاش دخلتوا للمنافسات. ماتش النهار الاول لعبتوا ماتش اليوم الثاني لعبتوا ثلاثه د الماتشات. والا نقول لك ان الفريق هذيك 6 ايام اللي دخلنا يلاه بقينا تنعطيو للاعبين القوانين ديال كرة السلة 3 كونتر 3، حيت كما كيعلم الجميع ما عندناش بطولة، ما عندناش لاعبين متخصصين في هذا النوع من كرة السلة. لهذا كان ديك 6 ايام يلاه كنوجدوا اللاعبين ونعطيهم القوانين ديال اللعبة ولو ريتم اللي كتلعب به هاد لا كومبيتيسيون. كما كيلاحظ الجميع ان المستوى ديال الفريق مقابله بعد المقابله ولا كيتحسن. نقدر نقول لك ان 4 المقابلات اللي لعبناهم يمكن كانوا هادو بالنسبه ليا مقابله حبيه واستعداديه، لان الوجه الحقيقي اللي ظهروا به هاد الشبه اللي من هاد المنبر هذا كنحييهم بزاف، لان صراحه اعطاو لي جهدهم بالرغم من ضعف الاستعدادات. تلعب واحد المنافسه بدون مقابلات حبيه الوجه الحقيقي، ويعني انهم اليوم نقدر نقول لك ضد مالي اللي انهزمنا معها، ومالي على ما اظن هو المرشح الاول باش يظفر بهذه المنافسه. انهزموا بنقطه واحده والدراري داروا مقابله كبيره بزاف. كنظن ان بعد 4 المقابلات يعني في الدور الاول اللاعبين عاد لقاو ذاك لو ريتم دو كومبيتيسيون ديال 3 كونتر 3، مع العلم ان لا مالي لا مصر لا هادو كلهم بلدان عندهم هذا الشامبيونات ديال 3 كونتر 3 ويعني متمرسين فيها. اشنو استفدتوا الخروج اليوم اللي خرجتوا؟ شفتوا المنافسين، شفتوا الفراقي، اشنو استفدتوا؟ ومن سؤال بشكل اخر، اشنو خاصنا؟ احنا كمغاربة اشنو خاصنا؟ شنو استفدنا هو شنو استعدينا؟ مش عاد نقولوا شنو استفدنا، لان باش غتهز واحد اللاعبين من العطلة الصيفية ديالهم بحال العيد اللي كان في البحر، بحال اللي كان معاه في عطلة مع عائلته، وتجيبوا تدخلوا في منافسة بهذا الحجم هذا مع فرق كبيرة اللي كتشوف مدغشقر ولا عندها واحد الصيت في هذا 3 كونتر 3، كتشوف كينيا، كتشوف لاكيني اللي ربحتنا، يعني تنشوف اننا حنا راسنا رحنا بعاد بزاف على كرة السلة، لأن باقا ما انطلقاتش عندنا هنا في المغرب. اللي كنطلبوا من التقنيين والإدارة التقنية ومن الجامعة والمسؤولين أنهم يعطيو اهتمام، بما أن الفيبا ولا تعطي واحد الاهتمام كبير لها 3 كونتر 3، دونك لازم علينا أن ننشئوا واحد البطولة ديال 3 كونتر 3 باش يكون عندنا دي جوار سبيسيال برو 3 كونتر 3. أشنو خصنا أستاذ؟ كاين اتساع، كاين ملاعب، كاين المادة الخام، اللاعبين كاينين، مؤطرين كاينين، أشنو خصنا باش نكونوا مثلا بحال كينيا اللي احتراماتي ليهم، ماشي كينيا سمح لي مدغشقر، من المعلومات اللي عندي ان عندها غير شارع واحد، المهم هذه المعلومات حكم دولي قالها لي وهذا، وكيفاش المستوى ديالهم دابا كنشوفوه كبير، هما وصلوا للدومي فينال كنظن في الدراري. حنا ما يعني اسيون ما كيتوزنوش عندها شارع ولا عندها، يمكن عندهم من فولونتي اكثر منا حنايا، فهمتيني؟
حنا خصنا ندير واحد البرنامج، واحد البرنامج اول حاجه خص هيكلات الفئات الصغرى، حيت كنشوفوا البلدان المجاوره عندنا لا لا مصر لا تونس، حتى تشوف تونس مثلا هذه الصفه هذا مشاركه في جميع المنافسات اللي كاينين، مشاركه في الكبار خلاص ما تنهضروش عليهم ديال تونس. الايفنت 3 شاركوا البطوله في الايفنت 3 وشاركوا البطوله ديال افريقيا موان 23، كنشوفوا ان الاساس ديالهم ولاد، كذلك الاساس ديالهم بنات، يعني راه هادشي اللي خص واللاعب المغربي يعني عنده كما قلتي كاين الماده الخام، مي راه خصو المنافسات الدوليه شي احتكاك هنا بين لي جوار، ما عمر يعطيك ان كاليبر ديال ان كرون جوار باش يمكن تستافد منه في لي سينيور او لا دير ان بروجي باش تحقق واحد اللقب افريقي، ولا ضروري خص هاد الجو، لان الاغلبيه احنا عندنا ديال لي جوار بلو بار حتى تيدير 24 عام 25 عام عاد كيلعب في ليكيب ناسيونال، نعم حيت ما كاينش حيت ما كاينش هذيك لو بروفيل دان جوار انترناسيونال ما كياخذو حتى 24 25 26 27 عام، وهو بالعكس راه كل ما خذا لو جوار ديك لا كوكي ديال ان جوار انترناسيونال 16 سنه 17 سنه يمكن تيلعب، لان تتلقى ان جوار ديال مالي ولا الكاميرون ولا الانغولا فاش كيوصل 23 سنه ولا 24 سنه تتلقى لاعب على الاقل واحد 50 مقابله دوليه. حنا اللاعب فاش كنعيطوا له في المنتخب ديال الكبار 23 سنه يلا عاد كيكتشف اول مقابله دوليه، يمكن يسافر يمشي لانغولا يمشي لتونس يشوف القاعه كي دايره يعيش الاجواء الدوليه. هذا الشيء راه الا ما عطيناش المنافسه الدوليه للاعبين الشبان 15 سنه 17 سنه 18 سنه راه صعاب علينا تكوين واحد الفريق تنافسي في الكبار. مصير هذا الفريق بنهايه المنافسات اليوم ديال الالعاب الافريقيه اشنو هو المصير ديالهم؟ لان هذا السؤال طرحه السي حسن الصباح لونسيتو ليه، المصير ديالهم انا غادي تفرقوا اشنو قلتوا ليهم؟ اش قلنا لهم؟ ما كان علينا ان نهنئهم، انا الاولاد فريق الاولاد صراحه هنيتهم على القتاليه اللي تقاتلوا بها بعد، لان فوق طاقتك لا تلام. الانسان شوف انا نخسر ما نخسر بشرف لي زونور، الدراري هادو خسروا بلي زونور ديالهم، وانا ناكد ونعاود ان هاد الوليدات هادو كون لعبوا واحد اربعه ديال المقابلات استعدوا واحد ثلاث اسابيع ولا شهر ولعبوا واحد اربعه ولا خمسه ديال المقابلات حقبيه يمكن كان غيكون واحد الرجعه، لان غير باش يتاقلموا مع ذاك لو ريتم فيزيك ديال هاد لا كومبيتيسيون راه صعيب، لان هاد 3-3 على حساب دابا انا خديت واحد التجربه جديده هاد 3 كونتر 3 خصها واحد بريباراسيون فيزيك سبيسيفيك ماشي بحال ديال 5 كونتر 5، لان باقي اللعاب كيشوت كيبقى كينتظر بحال غيدير لو روبلي ديفونسيف، هو لا انا نتاكد ونعاود ان كون كان هاد الوليدات استعدوا واحد الشهر ولعبوا تجريبيا لعبوا اربعه المقابلات تجريبيا، لان انا اليوم فاجئوني صراحه اليوم صراحه فاجئوني ولعبوا بالمستوى ديال اليوم لعبوا في المقابله ديال البارح، بالرغم انك انا شفت انا لعيبه للفكاهه تنشوف اللاعبين ديال لا ديال عندك مدغشقر لا ديال كينيا لا ايماجين ان ما بين المقابله والمقابله كيمشيو كيشوتو كيدريني، حيت هما متعودين على هاد لو جوغ دو كومبيتيسيون كيلعبوا 3 ماتش 4 ماتش في النهار، بخلاف حنا اللاعبين عندنا غير كيسير مقابله صافي يعني صافي لو فيزيك ديالهم سي فيني تنبقاو نحمسوهم نحاولو نعطيهم الماء نعطيهم شي حاجه دار ريكوبيراسيون باش عاودي نعطيهم شي حاجه دار ياكلوا شي حاجه ياكلوا لي بانان ياكلوا يشربوا الماء هذا باش عاود باش يرجعوا دار ريكوبيراسيون. شكرا استاذ تبارك الله عليك.